أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. الأربعاء المقبل عطلة رسمية في العراق تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء. حريق يلتهم مخزناً للأغذية وسط الحلة. الإطفاء والمجاري تخمدان النيران. وزير الموارد يتحدث عن انفراجة في مياه ميسان والأهوار الوسطى. وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل تزامناً مع العاشر من محرم، ويستمر توافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه إلى كربلاء استعداداً لإحياء عاشوراء يومي الثلاثاء والأربعاء. انفجرت سيارة مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكردستاني أكرم صالح أمام منزله في مدينة كرار التابعة لمحافظة السليمانية، ووقع الانفجار بعد ركوب عدد من الأفراد داخل السيارة وفور تحركها قبل أن يخرجوا مسرعين جراء الصدمة. وقال صالح أن الانفجار نجم عن عبوة لاصقة ولم يسفر عن خسائر بشرية. أتى حريق كبير على مخزن للأغذية في منطقة الجبل وسط الحلة مركز محافظة بابل، وأفاد مراسل يو تي في بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، فيما تطلب حجم الحريق تدخل دائرة مجاري بابل لمد الفرق بالمياه وتطويق ألسنة النيران وإخمادها. قال وزير الموارد المائية عون دياب أن الوضع المائي في ميسان تحسن، وخاصة في الأهوار الوسطى وأهوار الحويزة، وأضاف في بيان أن الموجات المائية نتيجة الأمطار في الموسم الشتوي أسهمت بشكل إيجابي بزيادة منسوب مياه الأهوار بشكل ملحوظ. عزت المرور العامة تسجيل قرابة 2 مليون مخالفة مرورية في النصف الأول من العام الحالي إلى 5 أسباب. وقال مدير إعلام المرور المقدم محمد الحسون إن أسباب تسجيل المخالفات هي السرعة المفرطة وإهمال حزام الأمان وعدم الامتثال للإشارات الضوئية وتضليل زجاج السيارات واستخدام الهواتف النقالة. للمزيد تابعوا منصات يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.